مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. زيارة ماكنزي إلى العراق. ضمن إطار تحويل قواتها في العراق من قتالية إلى استشارية، وبحسب معلومات خاصة حصل عليها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فقد وصل إلى بغداد فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارة غير معلن عنها مسبقا وسرية تامة. وكان في استقباله السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وفي أثناء هذا اللقاء أكد الكاظمي أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد الإرهاب، وأضاف إن العراق يفخر بالنصر الذي حققه ضد أعتى تنظيم متطرف، وإن الدعم الذي حصل عليه العراق كان مهما لتحقيق ذلك النصر ورفع قدرة القوات الأمنية، بحيث مكن الحكومة من الانتقال في العلاقة مع التحالف الدولي. من جانبه أثنى الفريق الأول ماكنزي على التنامي المستمر لقدرات القوات العراقية ومهاراتها وقدرتها على القيام بالأدوار القتالية ضد الإرهاب مع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباراتي. وأشار إلى أن مراسم جرت مؤخرا شهدت تسليم قيادة التحالف إلى اللواء جون برينان خلفا للفريق بول كالفيرت، وهي تمثل إحدى خطوات هذا الانتقال. وأكد ماكنزي أن تخفيض مستوى التواجد العسكري الأمريكي لن يضعف من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقة الاستراتيجية الأوسع مع جمهورية العراق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع جديد للجنة العسكرية للتقنية العراقية. وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع جديد للجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأمريكية لتنفيذ الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الاستراتيجي، ولا سيما إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية نهاية هذا العام، وذلك بعد أن تحقق خفض مستوى التمثيل العسكري لقيادة التحالف الدولي عبر تغيير قائد القوات الأمريكية في العراق من جنرال إلى جونيور جنرال. بعض الخبراء يرون إن تغيير المهام يدخل ضمن إعادة الانتشار، حيث ستظل أمريكا تقود التحالف الدولي لدعم بناء قدرات العراق الأمنية والاستخباراتية بهدف مساندة حكومة الكاظمي لإتمام عملية انتخابية ناجحة تأمل إدارة بايدن في أن تسفر نتائجها عن فوز القوى السياسية المعتدلة. وبالتالي فإن نجاح بايدن في إتمام الانسحاب ربما سيساهم في فتح المجال أمام سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي عام 2022.